المعلومات لدينا تقول إن ملك الروم بعث رسولا يعرض عليك حسن الجوار، فهل كان يعني ما يقصد؟ لا أعتقد ذلك، لأن رسول ملك الروم ما جاء إلى بلادنا إلا ليرى حالنا وقوتنا، وقد أدركت ذلك. وماذا فعلت؟ لقد أردت أن أجعله يقتنع بأزهار بلادنا وكثرة ما لدينا من أموال حتى يهابونا. عفوا، لا أدري لماذا الأزهار وما علاقتها بالمال. هذا صحيح، لقد أمرت بعض وزرائي بأن يسكبوا 4 قناطير من الذهب ومثلها من الفضة قطعا صغيرة على قدر ما تتسع زهرة النيلوفر، ثم قام الغلمان بوضعها في زهور الحديقة المحيطة بالقصر الذي أسكن، وفي الصباح راحوا يجمعون الذهب والفضة من الزهور. رسول ملك الروم يا مولاي. أمر مولاي. السلام على الحاجب المنصور. وعليك. ماذا تحمل لنا من الملك؟ حملني إليكم رسالة يعرض فيها عليكم حسن الجوار ورغبته في التعاون معكم. من ملك الروم إلى ملك العرب الحاجب المنصور. حسنا، سأكمل الرسالة فيما بعد. الغلة يا مولاي. ما هذا أيها الحاجب المنصور؟ هذه غلة نجمعها كل صباح. ذهبا وفضة؟ ومن الزهور؟ بإمكانك أن ترى الغلمان يجمعونها الآن، أشرف عليهم من النافذة. فماذا كانت النتيجة؟ عاد هذا الرسول إلى بلاده وحذر ملكها من غزونا، بل وحثه على السعي لصداقتنا والتعاون معنا.